لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في المضاربة: العامل أمين. متى تم عقد المضاربة وقبض العامل المال، كانت يد العامل في المال يد أمانة، كانت يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي. فإذا تلف المال بدون تعد منه فلا شيء عليه. والقول قوله مع يمينه إذا ادعى ضياع المال أو هلاكه، لأن الأصل عدم الخيانة. قضية في غاية الأهمية. صاحب المال استأمن العامل على أن يعمل في ماله، لذلك ليست يده يد ضمان، بخلاف القرض، فإن من أقرض شخصا مالا فقبضه فضاع منه أو أخذه ظالم أو نحو ذلك، فهو في ذمته لصاحب المال، لأنه إذا سلمه ذلك على سبيل القرض فيده يد ضمان لهذا المال، يضمن بدله، يعني سيسدد بدله. لما نقول يد العامل وكذا يد الشريك مع في أموال باقي الشركاء الذين يعملون معا أو أحدهم يعمل، فإن هؤلاء جميعا يدهم يد أمانة. إذا ضاع المال أو شيء منه دون تفريط فلا بد أن يقبل باقي الشركاء أو أن يقبل صاحب المال في المضاربة قوله، له أن يستفسره ما الذي أدى إلى ضياع المال، وقوله سيكون مقبولا مع يمينه إذا طلبه صاحب المال. ما يجيش واحد يدفع لواحد فلوس ويقول له فلوسي مضمونة عندك، انت ضامن للفلوس دي. وبعض الناس ياخد فلوس من الناس ويشغلها عند واحد تاني يقول لهم انا ضامن لكم الفلوس، ويظن انه بذلك يستحق نسبة من الربح. ودي من اكثر المشاكل التي تحدث في المضاربة. لو انت مش هتعمل حاجة في المال لا تستحق شيئا من الربح. انت وسيط، يبقى اقصى ما لك في الوساطة سمسرة ولمرة واحدة، وليس انك طالما وصلت هذا بذاك ان لك نسبة. ليس لك نسبة الا بمال او عمل، فاذا لم تعمل لم يكن لك نسبة. طب الضمان ينفع يجعل له نسبة؟ لا طبعا، لان الضمان ده لا بد وأن يكون له دليل شرعي، مش مجرد إن أنا أتحمل حاجة عشان أخذ ربح، هذا يكون ربا، لأنه ليس له حق في لا يضمن، وفي نفس الوقت ليس هناك ربح في مقابل الضمان. لابد أن يعرفوا أن السمسرة دي في التوصيل الأول، وليس أنه يستمر كشريك بدون أن يدفع شيئا من المال وبدون أن يعمل عملا. طبعا نقطة مهمة، أن الوسيط اللي بيوصل الفلوس لابد وأن يخبر صاحب المال أنه ليس هو الذي يعمل في المال، ليس هو الذي يعمل في المال، فإن قبل لازمه ذلك، وإن لم يقبل فهذا تفريط. إذا ما قالوش إن أنا حدي الفلوس دي لفلان أو حديها لواحد ثقة عندي
يشغلها. فهذا إذا لم يخبره بذلك فهو مفرط، ومع التفريط يكون إيه؟ ضامنا. يبقى من حقه يبحث صاحب المال عن كيفية ضياع المال، فإذا وصف ما فيه تفريط ضمن. طب يضمن الربح، يقول له انت شغال في الفلوس بقالك سنتين واللي زيك بيربح 20%، انا تجيب لي الفلوس وفوقها 40%، ما اكثر هذا الربا الذي يحدث. لو ثبت التفريط فيضمن رأس المال فقط ولا يضمن ربحا، لم ينض بعد، ينض يعني يخرج يظهر بعد رد رأس المال. لأن الواجب إن أول حاجة بعد ما تبدأ تباع البضاعة أن ينض رأس المال، يعني يخرج ويظهر ويرجع لصاحبه، وبعد ذلك يبدأ النظر في الربح. فإذا فسد شيء من رأس المال أو فسد كله دون تفريط لأمر عام أو خاص لم يفرط فيه صاحب المال، حافظ عليه في بيته مثلا، وبعدين البيت حصل فيه حريقة بدون تفريط، الكهرباء ولعت وأدى ذلك إلى ضياع المال، لا يضمن هذا المال. حصل سيل مثلا أدى إلى فقد هذه البضاعة وضياعها، لا يضمن، لأن هذا ليس منه، ليس فيه تفريط. مرارة ايه؟ ما كيف يقدر التفريط؟ التفريط في حفظ المال مردود الى الاعراف في ذلك، ما هو العرف بتاع اهل الخبرة. يعني هو حط فلوس، الفلوس فين؟ مرة مثلا واحد خد الفلوس حطها في شنطة وسابها في العربية وما قفلش العربية والشنطة باينة، يبقى بلا شك انه ايه؟ مفرط. انت ممكن تسيب في العربية مثلا كيسة فيها فاكهة مثلا، مش شنطة سامسونايت مش معروف انها بتحط فيها الفلوس، حتى لو سابها بالليل مقفولة في الشارع هيبقى مفرط. ما تسيبش مليون جنيه في الشارع وانت ايه؟ وانت نايم فوق. ليس هذا عرف الناس في حفظ الاموال. هل يمكن ان يخلط مال المضاربة بماله في الحفظ بحيث لا يتميزان؟ لا بد وأن يستأذن صاحب المال، وإلا كان ذلك تفريطا، لا بد وأن يجعله منفصلا. قال: العامل يضارب بمال المضاربة، وليس للعامل أن يضارب بمال المضاربة. يعني إيه؟ ما هو واخده يعمل بيه إيه؟ أي واحد هو اللي يتاجر فيه، مش يديه لواحد يشغله يضارب بيه. ليس للعامل أن يضارب بمال المضاربة، ويعتبر ذلك تعديا منه، لأن أنت مستأمن على المال أنت اللي تعمل فيه، عقد المضاربة على أن تعمل أنت، رحت نديته لحد تاني لازم تستأذن وتبلغه، وليس لك نصيب في الربح. قال في بداية المجتهد:
ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار، مش الأنصار، من فقهاء الأمصار، أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر فإنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه فيوفيه حظه مما بقي من المال. يرى أبو قلابة ونافع وأحمد وإسحاق أن المضارب إذا خالف فهو ضامن والربح لرب المال. وقال أصحاب الرأي الربح للمضارب ويتصدق به، والوضيعة عليه وهو ضامن، وهو ضامن لرأس المال في الوجهين معا. كلهم يقولوا ضامن، لكن الصحيح أن هذا المال نما بعمل المضارب الأخير، والوسيط لم يعمل شيئا، اللي هو المضارب الأول اللي أعطى المال للآخرين. فهذا الصواب فيه قول أحمد وإسحاق أن الربح كله لرب المال، ويضمن العامل الذي أعطى المال مضاربة يضمن رأس المال على أي حال، وليس له نصيب في الربح. هو بيرجح هنا قول من يقول إن هو ده على شرطه وده على شرطه، لكن الصحيح إنه ما عملش حاجة عشان ياخد بيها. نفقة العامل، نفقة العامل في مال المضاربة من ماله ما دام مقيما، أكله وشربه وتحركاته هذا من ماله هو طالما لم يسافر. وكذلك إذا سافر للمضاربة، لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيأخذه كله دون رب المال، ولأن له نصيبا من الربح مشروطا له فلا يستحق معه شيء آخر. يعني إذن نفقاته كلها هي من ماله، سوف يأخذها من نصيبه في الربح. لكن إذا أذن رب المال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضاربة أثناء سفره، أو كان ذلك مما جرى به العرف، فإنه يجوز له حينئذ أن ينفق من مال المضاربة. إذن هذا الأمر بالاتفاق، ما اتفقوش يبقى نفقت أسرته ونفقته الشخصية وانتقالاته عليه إلا لما اتفقوا، يقول له إن أنا الأيام اللي هسافر فيها هاخد فيها مبلغ كذا للنفقة والانتقالات، أو يحسب اللي انتقل بيه وصرفه فعليا ويجعله ذلك من الإيه؟ من رأس المال. ويرى الإمام مالك أن للعامل أن ينفق من مال المضاربة متى كان المال كثيرا يتسع للإنفاق منه. مسألة التفريق بين القليل والكثير أمر متفاوت، ثم إنه ليس يعني ليس منضبطا بدليل، هذا لابد فيه من التصريح بجواز النفقة وأجرة الانتقال. كأن مالك يرى أن المال الكثير تلقائي هيحتاج تفرغ مثلا، فيكون محتاجا إلى نفقة إلى أن ينض الربح ورأس المال. الصحيح الأول وهو أن نفقة العامل على نفسه إلا أن يتفق هو وصاحب رأس المال على نفقة وانتقال. قال: فسخ المضاربة. تنفسخ المضاربة بما يأتي.
أن تفقد شرطا من شروط الصحة التي سبق بيانها. فإذا فقدت شرطا من شروط الصحة وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه، فإنه يكون له في هذه الحالة أجرة مثله، لأن تصرفه كان بإذن من رب المال وقام بعمل يستحق عليه الأجرة، وما كان من ربح فهو للمالك أي كاملا، وما كان من خسارة فهي عليه، لأن العامل لا يكون إلا أجيرا، والأجير لا يضمن إلا بالتعدي. رجح شيخ الإسلام أن المضاربة الفاسدة ترد إلى المضاربة الصحيحة المماثلة لهذه المضاربة. يعني على سبيل المثال، إذا كان سبب الفساد أن رأس المال ليس معلوما، ما اتفقوش على المبلغ اللي هيتاجر فيه، أو كان غير حاضر، يعني ما سلموش المال اللي ضارب فيه، بل قال له الدين اللي لي عليك ضارب لي بيه، وقد قلنا أن هذا باتفاقهم يفسد الايه؟ المضاربة. طب هنردها بقى إلى المضاربة، مضاربة المثل، أو لو ما اتفقوش على نسبة محددة من الربح واتفق على نسبة من رأس المال، وهذا يبطل المضاربة ويجعلها أرضا جر فائدة. فلو حصل فساد في هذا نردهم إلى مضاربة المثل، إلى أشبه شيء في واقعهم بالمضاربة الصحيحة. يوم بدلا من نحملها إلى إجارة نجعلها مضاربة صحيحة، نقول لهم اللي زيكم بياخد نسبة قد ايه؟ النص بالنص، خلاص يبقى مضاربتكم ان انت رأس المال اللي انت استعملته وتحدد بقى معروف انت ده هيضرب لك فيه في الشيء الفلاني، ولك النصف وله النصف، يبقى رديناها الى المضاربة الايه؟ الصحيحة، مضاربة المثل. لا، الشغل ده العامل بياخد فيه 20% وصاحب رأس المال بياخد 80، هنردها الى مضاربة المثل. يتعرف المثل ده منين؟ بسؤال اهل الخبرة في المحلة، في المكان الذي تمت فيه المضاربة. تمام. اللي قال له تجلي بالدين، نقول له رجع له الدين بتاعه واقبضه مرة تانية مضاربة. اللي هو تحول الى بضاعة، سلموا البضاعة وارجع خدها منه بقيمة معلومة تتفقان عليها. يعني ايه؟ لو دين ما ينفعش، لازم تكون اللي ممكن يعمل يدخله كده يد الأمانة، لو كانت يده يد أمانة يبقى يمكن. الشرط الثاني، الحالة الثانية في فسخ المضاربة، يعني الأول أنه يفقد تفقد شرطة من شروط الصحة. الحال الثاني أن يتعدى العامل أو يقصر في حفظ المال أو يفعل شيئا يتنافى مع مقصود العقد، فإن المضاربة في هذه الحال تبطل ويضمن المال إذا تلف، لأنه هو المتسبب في التلف. الثالث أن يموت العامل أو رب المال، فإذا مات أحدهما انفسخت المضاربة. الصحيح أن هذه المضاربة تنتقل إلى الورثة إن أرادوا
وكانوا قادرين على إمضاء العقد والاتجار، وإلا فالفسخ هو الذي يرد الحقوق إلى أصحابها، وتنفسخ المضاربة بفسخ أحد الطرفين وهو لم يذكرها، لأن المضاربة عقد جائز وليس بعقد لازم. فالناس إذا فسخ، يعني إذا معلوم أنه أن 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 المضاربة من العقود الجائزة، فإذا فسخ أحد الطرفين المضاربة امتنع أن يبيع، أن يشتري، امتنع العامل أن يشتري شيئا بما ينض من رأس المال، ويلزمه العمل في المضاربة المفسوخة إلى أن يبيع كل البضائع، أو أن يتفقا على قسمة البضائع بنسبة بينهما. يعني هو ملزم بأنه كل البضائع اللي هو جابها يبيعها، وبعد إلى أن ينض رأس المال ويظهر الربح أيضا. فهو بيبيع بيجيله فلوس في المضاربة، بيشتري بالفلوس بضاعة إيه؟ تانية. المرة في الحالة الفسخ دي المال ده يجعل على حدته ولا يشترى به شيء لغاية ما يكتمل ظهور رأس المال مرة أخرى، وعند ظهور الربح فإنه يستحق ربحه عند ذلك. تصرف العامل بعد موت رب المال. إذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته، ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لا حق له في التصرف في المال. فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب، لأن أنت الفلوس دي مش بتاعتك ولا بتاعت الراجل، بقت بتاعت الورثة، هم اللي يقولك نعمل فيها إيه. إن استكملوا المضاربة فلهم ذلك، والله أعلم. قال: فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب وعليه ضمان، ثم إذا ربح المال فالربح بينهما. قال ابن تيمية: وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيما أخذه، فيما أخذ ابناه من بيت المال فاتجر فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة. انتهى كلام شيخ الإسلام. وإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض، فلرب المال وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه، لأن ذلك حق لهما. وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال أجبر رب المال على البيع، لأن للعامل حقا في الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. اشتراط حضور رب المال عند القسمة. قال ابن رشد: أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال. مش يقعد ياخد من الربح ويقول ده إيه، ده في ربح، لا بد يكون رب المال حاضر، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها، لازم هو نفسه صاحب المال يكون حاضر. وفي كل هذا دليل على خطر الجهل بهذه الأحكام العظيمة، ولا بد ولا أن يتعلم كل من اتجر في أموال المسلمين أن يتعلم فقه المضاربة. أقول قولي هذا واستغفر الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.